دكتور، هل ممكن الشخص البخيل يتعالج، يتعافى من هذه الآفة أو مرض أو ما بعرف شو له مسميات؟ هو ما اقدرش اوصف البخل كمرض، يعني اقدر اوصفه كصفة سيئة او صفة سيئة او سلوك او سلوك سيء. يتعافى؟ لا، هو ما بيتعافاش، لانه ده بيبقى يعني ايه، لازم يحصل له صدمة كبيرة قوي عشان يقدر يفك كيسه. هو بقول للناس اللي معايا تتحاول تتكيف معاه ازاي، او تتحاول تصبر على الوضع، خصوصا لو اب، لو ام هعمل معاهم ايه، لو زوج وفي اولاد فمكمل معاهم لازم تستمر الحياه، ده اللي بنديهم نصح. لكن هو بيتعافى، هو لازم تحصل صدمه رهيبه جدا، يعني مثلا ايه، يبان ان توفيره دوت او حرصه الشديد، البخل الشديد دوت اذى حد من عياله، كان المفروض يروح لدكتور مثلا كويس مثلا، فراح لدكتور استرخص وراح لمثلا ايه دكتور عشان يسترخص، فأدى إلى أذية أكتر، أدى إلى أذية، فابتدي هنا يفوق أو يبتدي كل اللي حواليه ينفروا منه. هنا ساعات ده اللي حصل مع أحمد. دكتور أحمد عاش ببيئة برضو كان فيها كتير بخل، صح؟ والدك كان بخيل يا أحمد؟ احكي لي طفولتك كانت ازاي. يعني طفولتي والدي كان بخيل، انا وصغير كان نفسي ابقى بقى زي زمايلي، كان نفسي اخد مصروفي زي بقى زمايلي، واخد واجيب حلويات واستلم من السوبر ماركت. انت عايش معاه دلوقتي ولا؟ لا، هو لا ساب البيت. مش عايش معاه. كان نفسي اشتري من السوبر ماركت اللي انا عايزه، كنت كل ما اقول له عايز مصروف كان يقول لي ما الاكل والشرب في البيت، هتجيب ايه من بره. كان اللبس ما يجيبليش لبس غير لما يقصر عليا الهدوم اللي معايا، وكانت كان معاه فلوس يقدر ولا ما كانش معاه؟ كان معاه ما كانش بيرضى يجيب لي لبس غير لما الهدوم اللي عليا كانت تقصر. عمري ما طلعت رحلة ولا لعبت مع أصحابي في المدرسة، عمري ما لعبت معاهم عشان كان شكل هدومي كان وحش. ولو طلبت منه فلوس عندك رحلة مع أصحابك أو خروجة؟ لا، ما كانش بيوافق، كان بيقول أنا خايف عليك والرحلة دي الأطفال فيها بيتوهوا واللي بيتخطف، ما كانش بيرضى. ما كانش بيرضى، كان أكل اللحمة كان مرة في الشهر، كان الفاكهة ما تخشش بيتنا غير مرة في الشهر، كان أكل الفراخ مرة في الشهر، ما فيش. انتوا كم ولد؟ كم ولد وكم بنت؟ ثلاث أولاد. ثلاث أولاد؟ أوكي. وكان مع الكل بنفس مع الكل؟ معنا كلنا. ومامتك إيه؟ مامتك كانت زيه ولا مختلفة؟ مامتي ما كانتش بترضى تتكلم، اتكلمت كتير بس ما جابش نتيجة، فتعبت من الكلام ما بقتش تتكلم تاني. بس ما كانتش تتكلم. كنت تباتوا مثلا من دون عشاء ممكن يحصل؟ ممكن. كان مرة واحدة في الشهر اللي هي ناكل فيها أكلة زي الناس، لكن باقي الشهر كان اي اكل. والتعليم اخباره ايه؟ كان بيصرف في التعليم ولا ما يصرفش في التعليم؟ كان بيدفع المصاريف بس، عشان لولا دفع المصاريف ما كناش هنكمل تعليم. فبس كده لحد ما خلصت تعليم ونزلت القاهره، بقيت بشتغل وعايش مع نفسي، بقيت بشتغل عامل وعايش مع نفسي، بقيت بجيب اللي انا عايزه وبصرف اللي انا عايزه وبجيب اللبس. وبتاكل اللي انت ما قالكش مثلا ايه؟ طيب انت بقيت بتشتغل، عوض مثلا، في ابهات مثلا بيبقوا بخلة فعلا، مثلا بعد ما ابنه يتخرج ويخلص وبتاع يقول لك طب اديني بقى فلوس من اللي بتشتغل دوت تعوض اللي انا صرفته عليك. هو اصلا مش ناقص فلوس. يعني انا لو شايف ان هو محتاج فلوس، ما هو فلوس، لا، ما هو ما بيبقاش ناقص فلوس، ساعات يقول لك لا انا حقي كده صرفت ترد لي، ما فيش. هو ما صرفش عليا حاجه يعتبر. انا بسكت، وكل فتره ببعت له فلوس، بس هو مش ناقص فلوس يعني. طب غير فلوس، مشاعركوا تجاهه يعني، مشاعره ايه؟ بيعبر عن مشاعره، يطبطب على حد، يضحك في وش حد، يدلع حد، ولا في نفسه؟ لا. ولا البخل برضه في ال... لا، ما فيش الكلام ده. ما فيش خالص. طب قول لي، اخواتك كان عندهم نفس الانتفاضه زيك؟ يعني لما قرروا يشتغلوا صرت تصرف على نفسك بشكل كتير كبير، وكل اللي في نفسك فيه عملته، برضو اخواتك عملوا نفس الحاجة؟ اخواتي لسه صغيرين بيدرسوا هما الاثنين، لسه انا اكبر واحد فيهم. طيب احمد، قول لي انت لما كنت تروح عند اصحابك تشوفهم بياكلوا من اكل كويس، بياكلوا فواكه، كنت بيحصل ايه؟ كنت بتحس بايه؟ كانت نفسي بتصعب عليا، كنت بحس ان انا اقل من الناس، كنت بحس ان انا اقل من صحابي دول. كنت ممكن تروح تمد ايدك وتاخد حاجه مثلا؟ لا. فواكه من بيت حد؟ لا. طب لو هو بيتفرج عليك دلوقتي، ها
هتقدر تنقله مشاعرك ولا تحس برضه انه مش حاسس بيك، او انه انه هيقول لك لا انا بعمل اللي في مقدوري انت اللي مش حاسس مثلا؟ او لا، يعني هو ما فيش اب كان بيعمل اللي هو كان بيعمله بصراحه.